السلام عليكم. أنا شرف كبير وعظيم أن نلتقي بصحابتنا المحلية، أن نعبر على اليوم الذي اخترنا أن يكون يوم أيام طبية التي متعودين أننا نحتفل بها الأيام كل سنة، وأصبح يوم تقليدي، وأننا اخترنا هذه الأيام لتكون أيام طبية، أيام يعني تكون مستميل الأطباء، أكان علميا أو ثقافيا، ولنعبر على مشاعرنا ونعبر على مشاكلنا ونعبر على كل ما نسمو إليه، ولأن نتحدث الواقع لن يعيش واقعنا، مشاكلنا وما نسمو إليه. هذا اليوم طبعا يوم عظيم بالنسبة لنا، لأن يجمعنا، يجمع أطباء جميع المنطقة، كان منطقة النضور الدريوش بالخص منطقة يعني المنطقة الشرقية، لنلتقي لنتحدث عن مشاكلنا، لنعبر على همومنا، على ما نسمو إليه. وبالأخص قريبا نستعد بكل حفاوة لنشارك ونشترك في لقاء أو في كما أقول انتخابات لتكوين هيئة طبية جديد. إن مرت أكثر من 20 سنة ونفس المكتب لهيئة الأطباء ونفس أشخاص ونفس أفراد، ولهذا سنكون ونتحدى واقعنا بهذا الانخراط، بهذا الاستعداد الذي سنخوضه، ونتمنى أن نوفق فيما نسمو إليه. في البداية أن هذا اللقاء الذي يجمعنا، يجمع جميع الأطباء، أكان القطاع الحر أو القطاع العام، وحضورهم يعبر عن قوتهم، عن صمودهم، عن دعمهم لنقابتنا التي تمثل جميع أطباء القطاع الحر النضور والضيوش. هذه اللقاءات ليست لقاءات علمية فقط، وإنما لقاءات التعارف، لقاءات جمع الشمل، لقاء دفاع عن مصالحنا بطريقة أو بأخرى، ولنعبر للجميع وللغير أننا أقوياء بهذا المفهوم الصحيح، أننا إذا قلت أقوياء أننا صامدين وأننا متحدين ومدافعين ومنسجمين في أفكارنا وفي دفاع عن مصالحنا. وشكرا.